يتجه ناجي للمشاركة بأول عملية انتخابية في بلدته تلعار شمالي حلب لانتخاب 3 أعضاء من بين 10 مرشحين لترميم هيكلة المجلس المحلي في البلدة. وسجلت اللجنة الانتخابية 690 صوتا في 4 مراكز توزعت على قرى تلعار وعويلين وغرور. أول مرة ننتخب من 50 سنة، لا بأس فيها، مرحلة كويس كويس كويس. نقبل، ليش ما بنقبل؟ أحسن من هيك بدي يصير يعني؟ الحمد لله. نتأمل أخي من خدمات جديدة أخي. 24 شخصا من منظمات المجتمع المدني يراقبون سير العملية الانتخابية منعا لحدوث أي خلل يؤثر على دقتها، بالإضافة لتخصيص لجان لاستقبال طلبات الطعن بالنتائج. نحن بتجربة، نحسن نقول تجربة جديدة بموضوع الانتخابات، وطبعا في الدول المتقدمة بصير في بعض التجاوزات وبعض الأمور البسيطة، يعني نحن ما لنا بجو مثالي لحتى نقول أنه تمت يعني نزاهة 100%، ولكن ضمن يعني الأمور جيدة وضمن المعايير. ويشرف على العملية الانتخابية بشكل مباشر مجلس محافظة حلب الحرة عبر لجنة انتخابية مؤلفة من 3 أشخاص. وبحسب نظام مجلس المحافظة فإنه حدد 2 كمدة زمنية قانونية لعضوية المجلس. طبعا ضمن الشروط القانونية وضمن اللوائح المعتمدة في الحكومة المؤقتة وفي مجلس محافظة حلب الحرة تمت جميع الإجراءات، من بداية من إعلان قرار اعتماد اللجنة الانتخابية ولجنة الطعون، ومن ثم فتح باب الترشح إلى تجهيز الأماكن الانتخابات إلى لجان الفرعية للانتخابات. تجربة فريدة من نوعها في عموم المنطقة، وآمال لتطبيقها في المدن الكبرى في شمال غرب سوريا للسير نحو نموذج حضاري يتيح للسكان اختيار من يعمل على تقديم الخدمات لهم والنهوض لتكون مناطقهم مزدهرة. إقبال على العملية الانتخابية في بلدة تلعار، نموذج للمرة الأولى في ريف حلب الشمالي والشرقي على مدار 10 سنوات مضت، مع تطلعات بتطبيق العملية بشكل أوسع في باقي المناطق. بالحلب تلفزيون سوريا، ريف حلب الشمالي.